أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أخواتي العزيزات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تواندي لينا تفسير سورة آل عمران ثم في 36 نا آية مية الله سبحانه وتعالى سما ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذن حتى إذا فشلتم وتنازعت في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين الله سبحانه وتعالى أسيما قنية هي آية طبعا سيد بهذا توين دليا قنية مسألة اللي هو غزوة أحد هي آية يزوم سيا قنية غزوة أحد الله سبحانه وتعالى الكوكا القول نوعد واكي اكابا نصر كوني غزوة بدر فرب العالمين او كومبوشا انني ما با نصر كوعد وان وعد والله سبحانه وتعالى الفاستق وعد واكي اكابا نصر كوني غزوة بدر ثم اكا وانصر بيا كوني مرحلة يا كوانزا كوني غزوة احد ام بابو والبقوة ونتقاتل ما بين واو نولي ما كفار فالله سبحانه وتعالى كافى قوة بعد ضعف ولكوا هواكو عدد قوة لكن رب العالمين اللي قوة بعد ضعف أكوابا إنه سبحان الله كوزا إنصر أو كشيندا كوني غسوة أحد فرب العالمين أبي حتى إذا فشلتم مبكى والبقوجة قضوع فيك سبب يضعف في نيني أبافو كوانزا ولتحقق كوني النصر يعني كوانزا الله سبحانه وتعالى ألي وجالية والشين تكو سبب موجة إن والقوة نفس زاو الزوت كوديليا الآخرة كجاهد في سبيل الله ما كفار أو ما kutokana nini amsrikin utokananini ku ta'ala klmala sbataallihua jihad fi sabilillah Lakin, ku, lakini sababu asi sababu kwenye alla wa huwa alghanaim alghanaim akudofika wenye maraka ahaaawamshinda makufar wamkimi lakini wameacha kila kitu wameacha silaha zao wameacha farasi wao wameacha mali yao sisi sisitajua n wanapokwenda kupigana

wamepigana ambapo rasul salatu wasalam aliwaambia msiteremke kaeni huko huko kabisa sisi na hii amr amri imetoka kwa mtume alayhi salatu wasalam falmafrud nini wasi wasi wasipinge kabisa mpaka wapew amri nyingine na mtume alayhi salam ile kama kuweza kuondoka kule famtume kawambia hapa nye kaeni msiondoke kabisa atia pale walipokaa walikuwepo wengi wao walivyoona wameshashinda wakakimbilia lghanam wakakimbilia vile vitu waloacha huwa makufar tamam walobakia ni wachache pale wakaambia msiondoke msikilizeni amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam lakin nini wakaisi hatta ida fashiltum watanazatum yani fashiltum فيك أمام يانيني، أمام يا غني غنائم يا مالي، سبحان الله، وتنازعتم يعني مختلفيانا ولكوا بالي، ومختلفيانا وإن كينا من تكاكو وإن مبكية بالي بالي، وعصيتم يعني ما أعصي أمر يمتوم صلى الله عليه وسلم، لسبب غاني من بعد ما أراكم ما تحبون.

فيقول إيه وشيندوان هي أخواتي وقوها جس أمر يمتوم صلى الله عليه وسلم على كل حال بعد ذلك رب العالمين ouais. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة إذا كنا بعض لتك الدنيا الدنيا اللي هو الغنيمة اللي هو ماله لونه ومنهم بعض ولتبع أوامر الرسول عليه وسلم وككابلي بالي حريصين وطبق أمر يمتوم صلى الله عليه وسلم

wamikufa watu wao wengi zaid inno walipata mtihani mkubwa kuambiwa wamichakukana yani subhanallah vita nyamajua ndo nini inavyokuwa vita wamipata wampata mtihani mkubwa inno kwa kuwa kusikia mtume kauliwa sasa hapo babaika wa majuto meshawajia fa alamin asema

وميكوس بعد ذلك واجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ونوتك دنيا ديمك وهيفو فلكن الله سبحانه وتعالى سيما ثم صرفكم عنهم ليبتليكم فبتلاهم رب العالمين كابا متهاني واجل غنيمة لكن بعد ذلك نيني ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ثم رب العالمين أكا ونيني أكا وسامح. جي ولا والله ذو فضل على المؤمنين لانه اصل يا نيني واو مؤمنين اصل ياو نيني ولكوا مفانيا بيتندو بزوري قبل كفانيا كي هيلو يعني واكو كوني طاعه وامبند الرسول وامبند الله سبحانه, سبحانة وتعالى نواكو كوني مسنجي والله سبحانه وتعالى لكنه مكوجا كضعفيكا كوني نيني اللي هو المال الغنائم فرب العالمين كوسامح لكن سبب يكو سبب في إن إنو نوو بيو توبية ولو لفانيا فرب العالمين كوا اعفو كو فإذا هاب أخواتي العزيزات تكسما ما هي آية نفسي منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام كو هي تكسن هابا كوني مسألة القتال غزوة أحد لكن تشكوينه آية كأوامر رسول الوتوبة ألو أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم هل زوتتوس فتيزة؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فإذا توكو فتيزة أوامر الرسول كتك أوامر الوتيالية الله سبحانه وتعالى الوتيالية أم تومة صلى الله عليه وسلم أكامبا هيجي كتاب العزيز على أن الرسول أكتوب أوامر زاكي من الأحاديث من أخلاق الرسول إيكيوت تفاتيزا فإذا تكوى تنوتك الآخرة. نيكيوت من معاصي الرسول هاتو أوامر زاكي فالتاكوها كمن يريد الدنيا. فإذا تجوليزا نفسي زيتو ميمنانية. هل سيزكت كاتو تنوتك الدنيا أو تنوتك الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الآخرة ونجعلنا يا رب ما الآخرة سو الدنيا ثم الله سبحانه وتعالى ثم صرفكم عنهم ليبتليكم إذا أخوات إكيو بين آدم يوت أتيك مات الدنيا فإذا مية في المية تبات متهاني إكيو أمتو كوني إيمان إكيو أمتو كوني مسينجي وعبادة

hapa akhawati tukazungumzia haiata aiatan yani kuna mitihani watu li lidaraja nafsi yako wajiuliza wasema subhan llah mitihani wapata ule bado tu iko kwenye msingi wat, wa wa nini, wat, wat, dunia hatubi yani maalan nikupeni mfano na hii iko na watu wako yani e, kuna mtu yani kapewa mitihani taban

nawazungumzia sahivi takriban si chini ya watu wanne watano wako katika maradhi hayo hayo na Allah wa shifa, la umra. Ukatupa shifa, tutafanya hivi namaadi aa mezimngu akawapa shifa lakini wamirudi na masia ma yao vilevile yakun ambapo pale kwenye mtihani ule mj no ule mtihani ambapo ni maradhi maradhi wapigwa makimo wamechukua sio miezi wala miezi miwili miaka mezimgu wakawapa shifa baada shifa wakarudi vile vile kno sio watu waliosema wa, utasema kama umesema hivo Kwa ya hawa watu katika watu waliokuwa wameandika

kila pahali ana vyuma kapata mtihani kafiwa na kakake na mamake na baadhi ya ndugu zake yani subhanallah mtihani alopata Mwenyezi Mungu alifushampa shifa karudi vile vile kaino mambo hayatokea vile vile endawazi vile vile kwa kwenye mambo ya ya, ya maasi ya ya, ya kuekti vile vile kwa kwenye mambo ya kucheza ya, ya kuirqas yani ya akhawati alinsan انا بو باتا امتهاني وجو باتا امتهاني ياكو سبب معصيه ياكو وسببه الايمان وما بو دمياس ففي كل حالتين و تباتا ولكن ساسه وي ولك وكوني غفله لابد وجو هم تهاني رودي الا الله سبحانه وتعالى. السهي في شهر رمضان الكريم دو وقت والتوبه وقت والرجوع الى الله سبحانه وتعالى. ومنكم من يريد الاخره، الو كو كو اخره، تويتيم بِلِيَ زيدنا زيد من السباقين لي الى 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 رضا الله سبحانه وتعالى وجنه الله سبحانه وتعالى. فلذلك اخواتي. هي اللي وزن غومزه انه وين وبعض و بعض يا ولكن هو 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 فكري هو تفكري كما مي وربي نيروني إلى طريق الحق طريق الله سبحانه وتعالى. كذلك انتقبيني مثلاً فانو إنه مم موجة أنا وتوتو أبيلي إنزين بيكاتكا واتو ونو... أنا ولو عندي كاستورياو تمام فجأة أبيجي واسيم وناو كوليوه نايم توتو أكية ألو كو مسكيني هانا ماذا بيوتي لكن النبي دسم ذسم يعني خطي ماكى لكني

يا ربي تهيدي يعني قولي تكوني غفله 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 قوه سانكت كهي دنيا لانه السيفي كانت الدنيا يا فتن كثير جدا جدا. نا اتوكو فوز أتوكو يكون بالي نزل الفتن. فوز مثلا اتو شكيو انا سما لا اني اخاف الله. فاذا أخوات العزيزات لازم تفهم دائما ميزموكو لطيف اتو جزاهم هي أية أو أنبيا ولقوم يعاصي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين لماذا أن الفضل جاء المؤمنين لأن أصله wamikosea pale walakin amal walikuwa wazifanya kwa ajili wao wko kwenye din kwenye iman lilah sbhana taala wamuamin rabilalamin wamimaman mtume salaa sallam na wako kwenye aamal za kher fawamikosea ni pale tu lakini tizama mtihani mkubwa alpiw waloopewa na mezi mungu so mtihani mdogo امتهان من جدا جدا لانه اصلي كون وتواوا وموليوا مرفكيزا ومصحباوا امتومي وم تفوتها امتومي كافا ويك 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 قيامه وميجوتا وميجوتا كوا عاصي امري رسول كوتي انا هابا هاودي عاصي امري الله وميعصيني و امري الرسول اخواتي ومن اطاع الله اطاع الرسول فاذا طاعه الله من طاعه الرسول عليه الصلاه والسلام فاذا الله سبحانه وتعالى سيما اذ تصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون تزام اخواتي اذ تصعدون اي من بقوه ما بتعدكم ساحه المعركه انزين والفوكوا وباندا يعني انا بالي خلاص فيتا وكان زاكو كيمبيليا كوباندا تمام كوباندا كونيا كليما ولوانبي وكاي كوني جبل احد ولا تلوون على احد من شده الخوف ولو ياونا وتفرق اصحاب النبي ولو في جانا كذا وين كي ولو لي وكوني ها جيش عرم رم.

Maku, makofar walivorudi kupigana na na wa, wa, nini vita ile kuamaliza wameona wale wamewapa mgongo faidan khalas tu wamalize hawa fawao wao hiyo badili ya kusema khalas tupigane e, fi sabili sabililah na sisi tuingie la wao wamiteremka wamechukua zile ghanaim walivoona sasa jeshi la rudi larudi kupigana wakaasi tena amri ya rasul mara pili wakapanda kilima ilihuwa jabal uhud kwa kuwa subhan wakimbia ilio hawataki kupigana kwa ajili mauti wameona mbele yao na rasuli rasul wa awaita yaduukum fi ukhrakum subhanallah awaita njooni tupigane na tupeni ilihuwa khofu na roab kwenye nywe zenu ziondoweni itusaiduna

ولا ما أصابك والله خبير بما تعملون سبحان الله يعني لا يلو تركيا قبله ولا ما بعد ذلك واو هوجيوي وفنيني فسبحان الله أخواتي فلذلك الإنسان لازم تجرد شيء تجرد الله سبحانه وتعالى أنا وجبة عهد زاك أزي ستي ازي تميزة لكن السيسي هل أزيت عهد نوعد الله سبحانه وتعالى usitoe ahd ukasema mfano nakupeni mfano hivi yaani ukasema mungu nakuahad au nakupa ahad kwenye shah ramadhani ramaani hii Rabbi mimi natubu ya allah sitarudi tena kwenye masia ikiwa huwezi kuitimiza ahd hii usimpe ahd llah wa wataala neno kama hili tubu lilah fanya vitendo vizuri بلا كتو عهد لأنه كلمة عهد كيكوب وسانة أمام الله سبحانه وتعالى سورة هي كتوى بينك وبين الإنسان يعني وستفي متو عهد كمزو أو وعد ومن با وعد إنزين ثم كإخلف إنزين هيجوز وهيفاي وهاي فاي فما بالك الله سبحانه وتعالى أومبا عند الله سبحانه وتعالى موامب رب العالمين يا رب ارزقني التوبة النصوحة قبل الموت والشهادة عند الموت وجنة ونعيما بعد الموت اللهم يا رب يا كريم يا رحمن يا رحيم ابعدني عن المعاصي اللهم طهرني عن جميع المعاصي اللهم طهر قلبي من الرياء ومن جميع المعاصي يوم بي لكن وسم بي عهد رب العالمين ثم ويهو يزكو اي يكيو يزكو يتميزا إن شاء الله يتميك لكن كي وزك ويتي ميزه بعهد رب العالمين نكيت ويا توبوا لله سوكيتو رهيسي. سوكيتو رهيسي الله سبحانه وتعالى توبه نصوحه بدون كيت عهد لانه سوكيت ورهيسي. سوكيت ورهيسي كن الله سبحانه وتعالى وعدنا عهد يا ربي اني اتوب توبه نصوحه سيرولي كوني معصيه فلاني ثم وكاسكم بالتات وقارولي بلبيله. مو بمزموك وتوبي وتوبوا كون الشر الكريم muombe Mwenyezi Mungu akondoe kwenye ayi maasi yalokuwa kama una riba undoe, kama una kama wenda wazi, kama wasikiliza majimbo, kama subhanallah yani ngoza kono hata kama watahajib lakini ngoza za kubana nguo nyepesi. Yaani omba kwa chochote unachokisi wewe wakipenda na kizito kukiacha. Muombe Rabbil alamin mustahila ta'ad ikiwa kakiomba kwenye moyo wako ila Mwenyezi Mungu atakupa. إن لم يزمكوا تقرزوكوا التوبة حقيقية، وقوك كوليكو بورا كوليكو أي شخص. نكذلك أخواتي، ألوكو أمتو تكون يا إيمان، نكون ينجية يا طاعة. تسيء سيديوني نطاع ياكو. وكسا ميمينام قيام الليل، ميمينا الحمد لله نكون يمسينجوا عبادة، ميمي كذا، ميمي كذا، أبداً. بالعكس، ومو بنين ساساوي رب العالمين؟ مو بالثبات. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الثبات ثم الثبات ثم الثبات هتجيجيوي نفسيتو ليو نكيشو أبدا فإذا ألوكوا كوني نجيا ألوكوا هم رب العالمين يوم بيه توب أنا مغفرة نألوكوا كوني نجيا يطاع يوم بي إن الله أكو ثبت لأنه جيجوي نفسي أكو بين آدم سبحان الله هي درس اللي هو ايه بي اللي هي تمام فان شاء الله باذن الله تعالى بكي ايه اللي هو يزغم زيه هم كذلك كوما زغومزه زغومزيه ليو وطائفه قد همتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه ان شاء الله تويتوسكم هزي باذن الله تعالى ولكن ان شاء الله كنا دعاء دعاء ان شاء الله انت انت كنتي كوني اوديو نيجيني السيف باذن الله هي إيه دعاء إيه... وشن زي زين ستوري هي دعاء إيه... كنا واحده من الاخوات دائما اي زنقومزيه هي دعاء كنت كان السيفيس كوشار الكريم اسيما الله اعلم لكني يا كنت كما زنقومزو اكي اسيما مسجاريبو مكاسيا من ويصوم هي دعاء تمام اسيما مسجاريبو مع الله بس كوني من يقين، من بيلي دعاء كوني من يقين انه رب العالمين أتكو حقق لي لأكو تمام؟ يايكو مزغم زوياكي، يا متوكا كوايدا ما شاء الله عليها، لكني الحمد لله يعني كو كو فايدة كون هي دعاء او انبيا ونزيه. اسمها هي دعاء انا بويومبا، ايومبا بعد اذان اللي هو وقت الافطار، وقت الفطرة قاله

تمام فاذا سبحان الله ما هي دعاء استحفاظ ولا تشوته فلذلك ان شاء الله انت تو اوديو نيجيني بس كاجل هي دعاء نا نمنا اللي هو بعد مسجم كاسكيا انه فلان روحيه كسيما هي بدعه ابدا دعاء هكونا كتب دعاء ني بدعه بما ان دعاء يمذكر الله سبحانه وتعالى يزغمسي هبدنا هي دعاء معروف لكن يا كسيما انه إيه بعد اللي هو وقت الاذان اللي كشأذن فللمغرب انزين ونبطي تندي ياكو نمجي واومبا وأوم بيدعاء نطبعا سويا لو سيما متومة صلى الله عليه وسلم كسيما إن الدعاء بعد فترة بالو كاومبا بإيمان وقلب حاضر فلا يرد ميزمو هي هيرو دعاء ياكو فاذا سويا لو سيما ولا سومي لو صلى الله عليه وسلم كسيما وهذا من الاوامر عند الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو الو تفوديشا الفو... لكن صيغه يا دعاء انا يسمى ياي ديو انت يعني باذن الله تعالى فاخواتي سباب يا كوزومزيا هي صوته صوت تهتجيا توبه تحتاجية انابه تحتاجية قرود الى الله سبحانه وتعالى تحتاجية مامبو في الدنيا وفي الاخره يوتتو احتاجيه، حكون انت لكوسي محتاج امام الله سبحانه وتعالى، ولا حكون انت لكوسي محتاج امام يا منزيه الكوانا علم بسيطه كنفوتيشه. ني محتاجنا من احتاجنا كل كله موجك على حاجه، تمام؟ فاذا اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا يا رب كريم حسن ذكر حسن ذكر الله سبحانه وتعالى وحسن عبادته نسال الله سبحانه وتعالى ان على ذكره وحسن عبادته يا ارحم الراحمين نسال الله سبحانه وتعالى كتكهي الشهر الكريم اتي رزوق صوت التوبه النصوحه لله سبحانه وتعالى إنه جو جو تمتلك وأناشو كتكامام بو يوتك نوفانيك واني معصية يوتك واني أمر يوتك واني جو جو تكلكو هاك رب العالمين ثم موبا ميزموك لي جميعا ويعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن كانوا حق علينا يا رب نسأل الله يا رب نهدينا ويثبتنا وأن القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب أخوات العزيزات إذا كان مصحابة ومتومة صلى الله عليه وسلم وَمِفَنْيَ مكوسة هايو ويلي أم بابو اللي إيه إل هو فتيزا أمريا الرسول عليه الصلاة, عليه الصلاة, عليه الصلاة والسلام

ميمي نفسيانجو نمو برب العالمين الا وهو الهدايه او الثبات والرجوع الى الله سبحانه وتعالى وكشك ايمان نكشكو هدايه نكوني رضا اتكوب الله سبحانه وتعالى فاذا انت كسبت الدنيا وما فيها اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق في هذا الشهر الكريم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته